يا مساء الخير، حلقة جديدة. عاملين ايه؟ البيجاما از باك، وانا كمان ام باك. رجعت لكم تاني على جي ام اي، وطبعا بتسمعونا ان بارتنرشيب مع ديزر. ولينك سبسكرايب ولايك، واعملوا كل الحاجات اللي بتعملوها انا بفكركم بيها كل مرة ما تنسوهاش. وكالعادة بقول لكم ثانك يو سو ماتش على كل الحاجات الحلوة اللي دايما بتقولوها لنا، ومتابعتكم للحلقات اللي فاتت واللي جاية اكيد ان شاء الله. النهارده الحقيقة الحلقة انا مسميها I had a dream or I have a dream. ويمكن احنا في وقت صعب جدا الواحد يبقى عنده حلم في اي كان باي شكل من الاشكال. طبعا مفهوم ليه، انت اصلا بتحلم تاني يوم الصبح لسه كابوس جه في وشك. بس حقيقي فكره الحلم دي حاجه مهمه جدا جدا، وهي ممكن تبقى كليشيه ناس كتير يقول لك اه بقى وانا عايز ابقى رائد فضاء وانا مش عارف ايه، والاحلام دي للناس اللي هم اللي مش معانا على الارض والناس اللي عايشين في البابل. ولكن هو فعليا كل حاجه في حياتنا هي حلم، وكل حلم ممكن يبقى بسيط ممكن يبقى كبير لما فعلا بيتحقق او بتبتدي تحققه. احساسك الشخصي والذاتي بالنجاح وبالتحقيق وبالقوه بيفرق معاك جامد جدا جدا. ليه بقول كل ده؟ لان احنا كنا لسه معديين بمهرجان الجونه، ومهرجان الجونه هو حلم، وحلم بجد كبير ومهم، وبدا من حلم صغير قوي. والسنه دي يمكن هي يمكن السنه اللي شفنا فيها الحلم ده مبدئيا بيكبر جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان بيحصل في وقت الاحلام فيه صعبه قوي. يعني ناس كثيره جدا خصوصا جوه الصناعه، يعني وانا واحد منهم، كانوا شاكين ان المهرجان هيحصل اصلا، ولو حصل هيحصل ازاي وهيحصل باي شكل، وهل ده هياثر؟ لان الجونه عكس مهرجانات كثيره قوي هو مهرجان معتمد بالاساس على المكان وعلى الفايبز اللي هي علاقه كلها بالتجمعات وبالروح اللي فيها احتكاك بشكل كبير جدا. واحنا في الكورونا طب هنعمل ايه؟ ولكن فعلا المهرجان اثبت ان هو قادر ان هو يتقدم زي ما بالظبط حصل مهرجانات عالميه زي فينيس وغيرها، بكل الاجراءات المظبوطه، بالتباعد، بال 50%. وفي سنه ما كانش كان صعب جدا تجيب فيها افلام، لكن جه افلام، وافلام قويه وافلام مهمه جدا. 200 متر واحد من اهم الافلام اللي اتعرضت، فيلم الفلسطيني اللي كسب 3 جوائز الحقيقه، وفي علي سليمان مقدم دور بارع، تجربه اولى لامين نايفة اللي هو واحد من الناس اللي عدوا بمشكلة الحصار ومشكلة السور اللي بيفصل بينه وبين الناحية التانية، وهو طلع في هذا الجو وقدم ده في فيلم مرعب في الجمال. الرجل الذي باع ظهره، The Man Who Sold His Skin، مع كوثر بن هنية، فيلم الافتتاح. عندك كمان طبعا طبعا مالك وفيلم The Furnace، حارث الذهب أو حارس الذهب، وده فيلم مهم جدا جدا. المهم كل ده على جنب، والحاجة اللي كانت مضايقاني أنا شخصيا جدا، وهي بقت كليشيه خلاص بقى، يعني مش كل سنة نقول نفس الكلام، يعني فكرة إنه يا جماعة وبتعملوا الحاجات دي ليه؟ ويا جماعة في اللبس، ويا جماعة اللي أنتوا في المية الزبادي، ويا جماعة أنتوا مش عارف في الإيه؟ كلام بقى خلاص بقى نفسي أحس إن هو بقى كوبي بيست كده، بتشوفه على السوشيال ميديا هو نفس البوست بيتحط هو كل سنة، وبيحصل مع الجونة وبيحصل مع القاهرة. طيب انا مش في مكان ان انا ادافع عن حاجه، ان انا كمان جزء منها فاكيد شهادتي مجروحه، ومش بدافع عن مهرجان، انا بدافع عن مبدا. طيب هو ايه المطلوب؟ يعني المطلوب ان احنا نفضل قاعدين كده، يعني لا نعمل احداث ثقافيه ولا نعمل احداث فنيه ولا نعمل حاجات تقول للعالم ان احنا بلد موجود وقادر ان هو يبقى امن، وقادر ان هو يبقى موجود على الخريطه، وقادر ان هو يستضيف ايفنتس مهمه عالميه ومحليه، وقادر ان هو يكون مناره ثقافيه ومناره حضاريه زي ما كنت طول عمره. لا ما نعملش حاجات دي، نقعد ساكتين. واحد اتنين، هل انت تعرف الريع مش بس المادي، الاهم من المادي المعنوي والادبي اللي بيجي من ورا ان العالم يشوف حاجه زي كده بالمنظر ده؟ طيب ثلاثة، اصل ده ايفنت بيتعمل منه فلوس والناس بترايحه تستعرض والكلام ده كله ويتعرفوا على بعض. طب ما هو ده على فكره الفرق بين المهرجان او التجمع المؤتمر او المهرجان او ايا كان، وبين ان انت تروح تتفرج على فيلم في السينما وتروح، او بين الموفي نايت. يعني هو ايه الفرق؟ ما هو انت بتعمل ده علشان خاطر تجمع اكبر ناس مهتمه بصناعه معينه، سواء بقى كانت السياحه، سواء الاقتصاد، سواء الثقافه، سواء السينما، بتجمعهم في مكان واحد، ويا سلام لو كان فيهم ناس من العالم عشان تطلع بزنس. ما هو البزنس في الاخر هيعود في الاخر ليه؟ ما هيعود في الاخر للبلد. ما هو انت اللي هتستفيد، ما هيبقى في بزنس في البلد، بيبقى في سياحه وفي استثمار، انت اول واحد هتستفيد بحاجه زي كده. طيب ليه كل الحاجات فساتين ومش عارف ايه والكلام ده كله ومش عارف؟ طيب مقدرش ملومش الميديا او جزء من الميديا اللي بتعمل كده. انت النهارده لما بتيجي تتفرج على تغطيه على، مش هقول الاوسكارز، هقول كان،
بتلاقي صور اهم سيلبرتيز لابسين اهم الحاجات والريد كاربت، لكن بتلاقي العنوان ايه؟ فوز فيلم كذا مش عارف العرض الاول في كان، وتلاقي نجمه الفيلم لابسه وكل حاجه، بس هتلاقي دايما ان الخبر المتعلق بالموضوع ده هو الخبر المتعلق بالايفنت اللي بنشوف فيه الصوره دي، وبرده هتشوف الصوره وبرده هتشوف اللوكس، لكن هتلاقي انه السنه دي سنه السمر في امريكا، السنه دي سنه الحريات، السينما مش عارف المستقله، هتلاقي ان الخبر بيتكلم عن الحدث اللي بيتكلم عنه، لكن مش مستبعد تماما الحدث وبيتكلم بس عن الاطلاله وفقط. ما طبيعي يا جماعه الناس هتبقى شايفه كده. ما هو ما برضه ما اقدرش اقول ان الناس عليها اللوم، لا كمان جزء، مش بقول كل، لان في طبعا وسائل كتيره جدا اعلاميه سواء منصات رقميه او سواء صحف او سواء قنوات او ايا كان بينقلوا بمنتهى الـ 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 الاحترافيه وبيغطوا، لكن برضه في جزء كبير جدا، معلش انا اسف، هو فعلا ساهم بشكل كبير جدا ان الناس وحتى كمان الاجيال اللي هي ما شافتش التغطيه دي او حتى مش مهتمه بالسينما العالميه فما بتشوفش التغطيات العالميه، يشوفوا انه مهرجان سينما يعني فساتين وريد كارب فقط، لانه الخبر بيبتدي وبيخلص ومفيش جمله بتتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالافلام. تم افتتاح مهرجان الجونه، شفنا فلانة وعلانة وترتانة كانوا لابسين وكانوا عاملين وفلانة عملت مش عارف ايه والمهرجان هيخلص يوم كذا بس. ممكن بقى تلاقي خبر على الافلام في الحته في الصفحه الفنيه اللي محدش شايفها. لا لا، ف هو مهم، هو نجح، هو كان حاجه مشرفه جدا، وهو كان حلم، ولو كان كل اللي بيصنعوا او القائمين على الحلم دوت كانوا قعدوا سمعوا وتاثروا بكل الحاجات اللي بتتقال مش بس السنه دي، على مدار الاربع سنين اللي فاتوا ما كانش حد عمل نجاح وما كانوش استمر وما كانش كبر لدرجه انه النهارده في شركات عالميه مستعده انها تستثمر في ده. الجونه هو مثال زيه زي دبي فيلم فيستيفال اللي هو مثال، وزي كان، وهو ده فكره ان يكون في مهرجان او يبقى في حدث ثقافي لكن هو كمان حدث لاغراض استثماريه واغراض سياحيه، وده موديل على مستوى العالم موجود على فكره. هو الناس مش بتروح ليه عشان تروح تتفرج على الريد كاربت عشان تشوف الكودك ثيتر اللي بتاع الاوسكار، ما الناس بتعمل كده. انت بتروح هوليوود عشان تشوف الهوليوود ساين، وبتروح مدام تسوع عشان تشوف، ما هو ده جزء من القصه يا جماعه. وفي الاول وفي الاخر اي حاجه هتخش هتفيدنا كلنا at the end of the day. دي حاجه. الحلم بيقف في مراحل كتيره جدا، واهم او اكبر حاجه ممكن يقف فيها مرحله الاحباط ومرحله الفشل. النهارده انا سعيد جدا لان ضيفي هو واحد من الناس اللي بجد مش ورا حلمهم، وبجد ما وقفش قدام الحدف بالنيجاتيفيتي او بالطوب او بالخوف من المخاطره، وخصوصا ان هو حلمه ده فضل سنين عايش معاه لكن في اخر بدا يحققه، يمكن مش في بدايات حياته، هو طبعا هو لسه شاب يعني، بس مش عايز اقول ان هو راجل كبير ولا حاجه، بس قصدي اقوله انه ما بداش من بدري قوي، كان في دماغه من بدري قوي لكن حققه بعد ما كان اوريدي حقق حاجه تانية في مجال تاني خالص، مش بس حققه، نجح ونجح بشكل كبير جدا، وبقى النهارده واحد من اهم واكبر الاسماء في عالم الموسيقى وعالم التاليف الموسيقي والبرودكشن والكونسرتس، وبجد بيشرفنا في اي حته بيكون فيها. اشتغل على موسيقى تصويريه لمسلسل النهايه في رمضان مع يوسف الشريف، وكانت من انجح الحاجات والتيمه الموسيقيه رائعه. شغال على ماكو حاليا، شفناه وسمعنا صوته مع اهم المنشدين في الصوفيه زي وائل الفاشني وزي غيرهم، سمعناه كمان مع اهم او اكثر المطربين الشباب والنجوم الشباب موهبه، هاني عادل، عبد الرحمن رشدي، ميران مختار وغيرهم، وهو النهارده هيكون مع اول، قلت ميران مختار كده عرفته على طول مين، والنهايه طبعا هشام خرمه صديقي العزيز هو ضيف البيجامه النهارده في حلقه انا متاكد انها هتكون مختلفه جدا جدا جدا، واهم حاجه هي keep dreaming because هو ده او هو ده بالظبط اللي احنا بنحاول نقوله لكم النهارده، انه الحلم بيكمل ايا كان اي حد بيشوف ان هو مش مفروض يكمل. هيجوا معانا. طيب رجعنا وانا بجد ببقى مبسوط قوي وحقيقي، اغسبكم ان انا بجيب صحابي وقعدهم بالبيجامه والكلام ده كله، وخلاص بقى يعني عملت كده تصالح مع ان هما كلهم صحابي، بس لما يبقى اصحابك دول بجد حاجه مشرفه جدا جدا، حتى لو بصيت عليهم من بركه تحس دي حاجه مشرفه ليك ولبلدك ولكل واحد في مجاله. وزي ما قلت في المقدمه النهارده واحد من دول هو واحد من الناس اللي بجد لو انا عندي عنوان الحلقه كده هسميها I have a dream or I had a dream، لانه حقيقي حلمه
هو اللي كان الفيول او هو اللي كان الوقود للقصه اللي بتتوج واحنا دلوقتي بنتكلم عنها، ولسه انا عارف ان لسه كمان هيبقى فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. هعرف حكايته وهنعرف حكايته، بس مش هنعرف حكايته اللي هي سمعناها بالفيرجن او بالنسخه اللي دايما بنسمعها وهو يعني بيقولها وقالها معايا حتى قبل كده في التلفزيون وفي الراديو، اللي هي انا كده وعملت وسويت وكده. لا مش هيحصل كده خالص. ليه بقى؟ لان هو انا شخصيا جه وقال لي امبارح كده، قال لي بص بقى انا خلاص، انا دلوقتي خلاص فايز سايب ايدي وبقيت بوب مع الكاميرا وحاجات تشوف هشام خرمة مختلف. هتختلف ازاي بقى هشام؟ يعني ما قلتش قوي كده بس بس مبدئيا صباح الخير، انت بتضحك على الكاميرا، ده انجاز، ده انجاز. يا خبر، ساعات كنت ببقى احمر ولابي بس وصباح. يلا بقى نعيد يا جماعه، ويلا والله العظيم انا عمري ما هنسى اليوم ده، اول انترفيو فاكر؟ اكيد اكيد. اورا منور، بنورك وبشكرك على التقديمه دي جدا. انا الفخور بيك، انت برضو من الناس اللي احنا فخورين بيها جدا، وكمان بجد تألقت في الجونه بتغطيه بلذاذتك على الكاميرا ومع الجاست، فانت بجد بتبص لما معاك، غير ان احنا اصدقاء انت بتعرف تفكك اللي قدامك ان هو مش انترفيو بالشكل التقليدي يعني. انا مبسوط وجاهز، ويلا نلعب بال... اولا يعني لازم نعلق ده احنا ده ترانزيشن من الصيف للشتاء عشان يا جماعه تعرفوا كل ستايلات اللبس يعني ده ستايل الساحل الحمد لله، ده ستايل ايسلندا عشان هو لسه راجع من هناك من سنه فاهم، فيعني تمام. ايه يا استاذ هشام يعني عشان بس الكونتراست، انت رايح جيم يا فندم؟ انا رايح راجع من جيم ورجع بالاكل وبالعيش وبالحاجات وكده. اخبارك ايه مع الاكل صحيح؟ لا هو كده بقى. انا مدمن اكل وبموت في الاكل. ما يبانش عليك يا استاذ قلش خالص، احنا فتنس وشياكه وجيم وحركات وراجل موديل يعني. قبل التصوير باسبوع بيبدا يظبط الدنيا. عندنا بدل لازم نخش فيها بسخن بسرعه واخس بسرعه، فده طبعا الجسم المصري يعني. والاكل ما الاكل حلو، الاكل يا خرابي الاكل دايما. طب قبل ما نخش في الاكل والحاجات دي عشان بس نركز استاذ هشام في الحلم، في حد في الحلم طبعا، في حد في الدنيا يبقى راجل ماركتير وحاجات واستابليشت وكل الحاجات اللي في الدنيا وعنده عيله يعني خلاص يعني انت سستمت الدنيا، ويصحى من النوم فجاه يقرر طب يا جماعه انا هروح بقى ابقى مزيكاتي؟ بص هو ازاي انا بس نفسي اخش جوه 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 الستيت اوف مايند او الحاله اللي وصلتك لده واليوم اللي قررت فيه تعمل كده. هو الفكره ان الناس بتبقى فاكره ان هو جه مره واحده، هو اعتبره مطارده لمده من اول ما بتخش، انت بتخش في الاول بعد يعني بعد ما اتخرجت من الجامعه انا داخل متحمس طبعا للشغلانه الجديده، بس انا داخل بمعتقدات. انت خرجت منين؟ جامعه امريكيه كمبيوتر ساينس، اشتغلت فيها شويه بس بعد كده قلت ان انا عايز اشتغل في اي مجال فني، وبرضه ما كنتش عايز اقنع نفسي ان انا المزيكا دي ممكن تبقى شغلانه، لا انا متربين كلنا في المجتمع بتاعنا ان الرياضه والموسيقى دي هوايه. طب انا حتى ما ينفعش قدام نفسي كنت اعترف ان انا الموسيقى دي احترف فيها، انا دي هوايه على جنب. لكن اللي عرفته ان انا لما اشتغلت بكمبيوتر ساينس انا بحب التكنولوجي والستارت ابس وكل حاجه، بس مش ان انا كنت عايز اكمل دي كوظيفه. لقيت ان انا لا انا عايز اشتغل في اي حاجه ليها دعوه بالفن. فدخلت في مجال الدعايه والاعلان عشان منها انا شغال. أيوة. في الافكار. اتفضل حضرتك. والابداعات. معلش عشان بس انا بحب البتاع ده قوي. ده ايه ده؟ ده المايك بتاعي. ايه ده؟ ده مايك يا عيب يا استاذ هشام، عيب عيب قوي، عيب قوي. معلش معلش كان لازم اشغل، لازم كان ده التلفزيون. طبعا لا ده الراديو يا استاذ. ايه يا استاذ؟ طب دي سندوتشات. وده نور يا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا من الاول بقى. فكنت كنت يعني حضرتك هتشتغل في المجال بس ما كملتش في المجال اللي انت درسته. دخلت في مجال الدعايه والاعلان عشان قلت دي على الاقل هتخليني العب مزيكا، اللي هو ممكن بعد كده لو مثلا عملت فكره اعلان او اي حمله 30 ثانيه بس ابقى على الاقل ملمس في المزيكا. وانت كل ده بتسمع مزيكا؟ انا بسمع وبذاكر. بتسمع وعمري ما وقفت، بس ما درستش في وقتها؟ لا 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 انا خالص. كورسات بس وكله مع نفسي، انا يعني اتعلمت مع نفسي الموسيقى. في حد كان عارف ده؟
في عيلتك في اصحابك لا طبعا. في اه لا كله اهلي، كان عادي؟ لا كل اهلي طبعا كانوا بيساعدوني، وبالعكس انا اول ما بابايا عرف ان انا بحب المزيكا وحس كده، والمدرسه في المدرسه قالت له ده خلي بالك برضه هو بيحب يعني بيجي في حصه الموسيقى هو بيقعد على البيانو أول ويرسم. واحد. فهو لا هو ساعتها طبعا جاب لي بيانو من الناس اللي يعني ما قصرتش معايا طبعا، اهلي شجعوني بس برضه في نطاق الهوايه. فانا بقى لما بدات في مجال الدعايه والاعلام ودخلت فيه والموضوع الحمد لله كبر ومشيت لا، انت عملت ونجحت اسم فيه. كبير في وقت قليل جدا يا هشام. انت قبل 30 كنت اوريدي خلاص هشام خرمه ومعروف وليك ستايل وليك ايدنتيتي وناجح جدا في اللي بتعمله. الحمد لله، بس الموسيقى كانت بتطارد. انت كل شويه اللي هو انا عملت اعلان فمبسوط، بعديها عملت موسيقى اعلان اكبر مبسوط، بس هي طبعا هي بتطاردني ان انا مش قادر احس ان انا مكتفي فولفيلد من الموضوع ده، في حاجه في جوع اكتر. مع الوقت بقى والسن وكل ما بتخش في المجال بحس لا انا عايز، كان نفسي ابقى العب لايف اشوف مش عارف حد انا بحبه عمل مثلا موسيقى تصويريه لفيلم بره، اقول ايه ده طب ما انا ممكن اعمل الكلام ده. فهي عارف لما تبقى عمال تقنع نفسك ان لا هي دي انت هوايه، بس من جوه مش مبسوط. انا ايوه عمال انجح في مجالي والحمد لله وجوائز وشغلي يتشاف وكل حاجه، بس مش حاسس ان انا كامل. طبعا في مرحله زي كلنا بنعدي، انا مقتنع ان اي حد بتجيله مرحله في حياته بتبقى صحوه يعني مواجهه مع ويك اب النفس. كول. اه فانا هي جات لي، انا كان اخر سنتين قبل الثوره اللي هو ايه، عارف ان انا وصلت لاخر الكارير، كنت ساعتها شغال في دبي وماسك بوزيشن جامد جدا وخلاص واصل لاعلى حاجه في الكارير بتاعي، بس في حاجه ناقصه ومش قادر اعترف نفسي ان هي المزيكا. لحد ما في الصحوه بقى اللي هي ايه ده، هو المزيكا هي اللي ناقصه يعني. انا عمال ادور وبموت في يعني انا قبل دبي عشت في المانيا برضو، قبليها رحت سافرت امريكا كنت عايز اجود نفسي في مجال الدعايه والاعلان والارت دايركشن، ودرست الموضوع ده هناك وعلى جنب بدور على فرص ان انا اتعامل مع المجال الموسيقى ومزيكاتيه والحاجات دي. بعديها جات لي شغلانه في المانيا عملت نفس الحاجه، بعدين شغلانه في دبي نفس الحاجه، بعدين بدات مستغرب اللي هو يا جماعه الناس كلها وانا كان نفسي اسافر اشتغل بره او ادرس بره، فاكر ان السعاده هناك، بروح هناك وفعلا الحياه لذيذه كل حاجه بس مش مبسوط. دبي مش مبسوط قوي، المانيا مش مبسوط قوي، لحد ما اكتشفت انا مش طب وانت مبسوط في كل قوي. حته من الحتت دي برضه شغال على فكره الموسيقى يعني؟ دي لا دراسه على جنب، وبعمل حاجات بقى، بنزل حاجه مع نفسي، بعمل حاجه اونلاين، بس بتكلم مش مبسوط. انا مبسوط جدا الحمد لله بالواحد عمله وبالمجان وان الواحد جاله فرصه انه يسافر بره، بس اكتشفت ان انا مش مبسوط عشان المزيكا، هي ملهاش دعوه بالمكان او رايح فين، هي ليها دعوه بان انا في حاجة مش بشبعها يعني. بس لحد ما جت اللحظة اللي هو كانت خلاص بقى دي الصحوة الكاملة وخدت ما هي بس القرار بقى. الفكرة هي مرة واحدة يعني، هي بالنسبة للناس تبدو ان هي مرة واحدة، لا 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 هو وبعدين جت بقرار انه انا هسيب كل حاجة. لا انت ما هي دي سبت، كانت ما هي دي الفكرة برضو. مهما كان انت ماشي، ممكن هقول لك طب حد يقول لك طيب خلاص هتعمل كده ماشي يعني، خليك وخليك في شغلك وخليك واعمل ده على جنب، بس انت قررت ان ده ما ينفعش يبقى على جنب. ما هي عشان حاجتين، ما انت الصحوه دي يعني الصحوه دي بتيجي بحاجات وانت عملت كده زي معاك. ما قلت، وانت خلاص في مرحله من حياتك في عيله وفي بتاع يعني، بص انا ده مش قرارك لوحدك يعني. بص انا امنت ان انا لازم طبعا بيتي وعيلتي يبقوا فاهمين ان احنا في ريسك هيتاخد الفتره الجايه لفتره معينه. انا وصلت لحاجتين بصراحه، هو ده اللي خلاني اخد القرار. اول حاجه ان لقيت ان بالذات في المرحله دي ان الواحد عايز يثبت نفسه ويخش في مجال جديد ويعمل صفحه جديده، لازم ما يمسكش العصايه من النص يعني. ما كانش ينفع اللي هو يعملها نص نص، كان لازم ان انا اخد الموضوع وادي له وقت ومجهود وكل حاجه. الجزء الثاني فكره ان توصلت لفكره ان احنا مهما خططنا احنا عمرنا ما بنسبه 100% عارفين المستقبل عامل ازاي. لا طبعا، فدي الواحد بقى جمعها. احنا كنا في الاول بنقعد نخطط وربنا بقى اللي بيظبط الامور، طبعا بيسعى طبعا. وخلاص. وانت بتعمل حاجه وتلاقي فجاه نفسك اتحدفت في حته تانية خالص مش بالظبط عارف ازاي اصلا. بالظبط. وطبعا دي يعني فرقت مع الثوره وزي فتره الكورونا اللي احنا فيها، انت الناس كلها كانت عندها تارجتس وخطط وبتكتشف ان
يلا الحمد لله. اه يعني شركات بتقفل الناس بتدخل بيتسجن برضو مش عارف مين بيعمل ايه. فانت المعايير بتتغير تماما. فلقيت طبعا. ان طب ما هو الواحد يعمل اللي هو بيحبه وحسه في الاخر بقى ايه يجتهد فيه. ولو نجحت في اللي انا بجتهد فيه وبحبه اكيد هيبقى الحياه اظبط. اول تجربه كبيره بقى اعتقد هي الامم الافريقيه افتكر صح، وفي الهرم، وكنت اوريدي بتحلم بالخطوه دي وبالحته دي وباللحظه دي. احكي لي على الاكسبيرينس دي، لان انا عارف الاكسبيرينس مهمه قوي بالنسبه لك. طبعا كانت من احلى الحفلات اللي حد عملها، وبالذات ان هو في حدث زي ده. فكرة انت بتتكلم قرعه الامم الافريقيه و... وفي حضور كبير زي ده ومهم. فلا كانت حلوه. عايز ارجع بقى لفكره ان انا بحس ان انت زي ما قلت كل حاجه عندك انسبيريشن. انا بحس كمان ان الاصوات بتلهمك، يعني الاصوات اللي انت اشتغلت معاها كلها. انا مثلا عمري ما حد فيهم ما سمعتني اول مره التراك مع ميرال مثلا، كميه الحماسه اللي كانت معاك وانت كان حلق معي وكنت في الجونه السنه اللي فاتت انا فاكر في العربيه بالظبط. ميرال خطيره عظيمه والناس بتقول بقى شوفوا يا جماعه هشام زي ما قلت لكم اوف كاميرا حاجه يعني حاجه ثانيه خالص. و برضه نفس الكلام مع عبد الرحمن رشدي، نفس الكلام في مرحله المنشدين الصوفيين سواء الفاشني ولا كل التراكس اللي عملتها مع كل المنشدين العظماء اللي انت اشتغلت معاهم. التاثر بالصوت ده مين بيلاقي التاني الاول؟ انت بتهنت بتفضل تسمع تسمع لحد ما تلاقي الصوت اللي بينسباير يو، وهل ده بيخليك تبقى انسباير تعمل تراك على الصوت اللي حبيته ده؟ طبعا. بحس ان فيه بتبقى علاقه مختلفه، مش طبعا. بتجيب حد يكفر وخلاص او بتجيب حد يغني وخلاص. لا انا الصوت طبعا بيفرق جدا. في منهم ناس بتبقى اللي هو لسه طالع جديد زي ميرال. ميرال اكتشفتها بالصدفه اونلاين، طلع لي فيديو لواحده كانت في كندا، بتغني أيوه. اغنيه لفيروز فصوتها مع الستايل بتاعها بالنسبه لي كانت مختلفه تماما يعني. انا باكل لوحدي ليه؟ لا كان لسه باكل، انا ناكل. على فكره والله يا جماعه الناس بتاكل بس هم عشان يعملوا سمباتيك وشيك بياكلوا ورا الكاميرا خالص. انا اقعد احش. انا هسالك سؤال وانت بتجاوب انا هاكل. ماشي صايع اوكي. ايوه عشان عايزين نتكلم واكل. شوف الراجل متربي يلا الحمد لله. حد بقى طبعا زي وائل فاشني عبد الرحمن، في منهم طبعا بنتعرف على بعض مثلا في حفله زي عبد الرحمن رشدي. فطبعا دي بتبقى بنبني بقى تراك مع بعض. وائل فاشني طبعا موجود، فلما جت الفرصه ان احنا نعمل حاجه مع بعض احنا بيحصل ان انا لما بنتكلم بنلاقي ان احنا كده كده كنا عايزين نتعاون. فبتبقى فرصه بقى ان احنا نطلع كل انت كان المولد بس التعاون مع وائل الفاشني المولد بس ان شاء الله الفتره الجايه في حاجات تانية. وكان احمد التوني برضو اهل الكلام اهل الكرم. ده كان من الحاجات القديمه يعني، احنا في ناس فاكره ان احنا اتقابلنا هو ده. انا خدت الصوت بتاعه يا سلام وبنيت عليه تراكات. اوكي دي كانت البدايه خالص. اوكي وايهاب يونس اه طبعا شيخ ايهاب يونس. ايه بقى في... لا ده عملت دي كانت تجربه مختلفه شويه. لا هي كانت تجربه جديده، كنت عايز اعمل حاجه ان انا ادخل انشاد صوفي مع مزيكة جيم اوف ثرونز. ايوه فبس فجربت. اول ما سمعنا اصلا اول جمله حسيت ايه. ما وبعدين هو راح رامي ودخل على طول فحسيت اوكي يا جماعه ايه اللي بيحصل. لا والذ حاجه ده بمناسبه السوشيال ميديا طبعا بتحب. انا كاتب انسبايرد باي جيم اوف ثرونز، في ناس اللي هو ده سرقها من جيم اوف ثرونز. فبس معلومه لازم يعني راجل كاتب يعمل ايه تاني طيب فاهم. فهم بيلهموك طبعا. لا اصل انا الصوت بالنسبه في ناس معينه بتنور معايا لما بحس ان الصوت ده اله وطالع طبعا من احساس فنان بجد. دي بتفرق جدا في الـ في الـ في الـ في الموسيقى وفي كل حاجه. ميرال كانت في كندا وبعدين ايه اللي حصل عشان ابقى احلق معايا كمان نجحت قوي. اتكلمنا مع بعض وبس اول ما رجعت حصل كليك وكيميا رهيبه كاشخاص يعني. دلوقتي دي اختي يعني اختي صغيره بجد يعني. العلاقه بقت رهيبه ودي طبعا بتفرق في الشغل وفي طبعا في قدام الكاميرا وكل حاجه. وبس رحنا مسجلين بقى حلق معي ومن احلى الاغاني اللي انا مبسوط بيها جدا. كمان كان لك تجربه مهمه جدا جدا لازم اوقف عندها، وعجبني كمان اللي انت عملته بعد التجربه، موسيقى تصويريه. وانا عارف ان انت حلمك موسيقى تصويريه من زمان، بس وانا عارف ان اتعرض عليك قبل كده وكان في مشاريع قبل كده وما كملتش وهكذا. النهايه الموضوع كان مختلف خالص بقى، والنجاح اللي حققه اللي حققته مزيكة النهايه يعني اعتقد ان من عناصر نجاح المسلسل كانت المزيكة. وده مش بقولها كده عشان تقعد قدامي بس هي حقيقه. التجربه دي كانت بالنسبه لك برضو كانت عامله ازاي؟ وهل انت كنت حابب الشغل في المسلسل ده؟ يعني التراكس طالعه بحب وبشغف
مرعب، وده باين واصل لينا كمتلقين او كمستمعين. بص انا الموسيقى التصويريه كتير قوي كانوا بيقولوا انت ليه ما بتخش في الموسيقى التصويريه، انت مزيكا. انت اتعرض عليك انا عارف، اتعرض عليا وكان الناس بتقول لي انت ليه ما دخلتش فيها. انا حاجتين، اول حاجه انا كنت بذاكر في فتره انا ما كنتش حاسس ان انا جاهز للموضوع. وفي ليه هتختلف ازاي عن الموسيقى انا يعني انا فاهم بس عايز اقول عشان برضه اوصل. لا يعني انا كمزيكا يعني لما بعمل بتعمل مزيكا كده كده البوم انا مسؤول عن الرؤيه الكامله ومسؤول عن الاحساس اللي هيطلع منها والالات وكل حاجه، منتجك المنتج بتاعك. انت في الموسيقى التصويريه انت في رؤيه مخرج ورؤيه كاتب وفي شكل عام انت بتكمله موسيقيا، يعني انت كانك بتحكي القصه اللي بتكمل القصه الرئيسيه. فجزء ان انا ما كنتش جاهز، كنت عايز ان انا بس ايه يعني بجتهد مع نفسي وبذاكر وبحاول ان انا اوصل لمرحله ابقى حاسس ان انا لما ابقى داخل جاهز ليها. وفي حاجات تانية ببقى في اعمال مش حاسس ان هي مش بالنسبه لي مش شايف نفسي فيها، يعني شايف ان في ناس ممكن تعملها بشكل احسن. لما جت النهايه طبعا كانت يعني احلى صدمه جات لي لما الاستاذ ياسر سامي كلمني. استاذ ياسر سامي صديق يعني شغال مع بعض على برامج واعلانات كتير قوي، وهو كان داخل برضو ترمى عليه الحمل اللي هو احنا بنصور مسلسل في المستقبل، يوسف الشريف، ساي فاي. فهو بدا يكلم الناس اللي هو اشتغل معاهم واثق فيهم، وكلمني قال لي خرمة انا في مسلسل النهايه كذا 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 ويتصور كذا والحجم. فانا طبعا انا بسمع، انا كنت دايما بقول لنفسي لما حد يقول انت ليه ما بتعملش موسيقى تصويريه بقول لا هي هتيجي في الوقت المظبوط بالشكل اللي انا عايزه. فمسلسل النهايه جيب بجد في الحاجه اللي انا بحبها جدا، ان هو عمل ضخم هيسمح لي ان انا اخش باوركستريشن وان انا اعمل حاجه فيها طبعا اللي هو طلع كل اللي انا عايز اوصله موسيقيا، وفي نفس الوقت فكره الفيوجن او المزيج ما بين الالكترونيك وما بين الاصوات الشرقي وما بين الاوركسترا. فكانت طبعا يعني ضغط عصبي رهيب ان ده اول عمل دخله. لا ورمضان ويوسف الشريف وساي فاي هو اوريدي العمل لوحده مشكله. لا والكورونا والناس قاعده في البيت فخلاص بقى كل فضيلك فكل وفكره ان انا اكون شغال على حلقه بعديها بثلاث ايام هتبقى على الهواء. طبعا فانت بتبدع في وقت ضيق وعايز تطلع حاجه كويسه، فده طبعا كان ضغط بس كانت طبعا ليها متعه رهيبه، وكان تحدي لينا كلنا اللي شغالين على العمل ان احنا ايه لازم نطلعها باحلى شكل. والمنتج النهائي بالنسبه لك كان شكله ايه؟ لا الحمد لله مبسوط بيه جدا، حتى لو في ناس ممكن تبقى اللي هو بالنسبه لهم يا جماعه احنا في مصر ليه بنعمل ساي فاي احنا مش عارفين. لا بالعكس هو دي تجربه اولى، على الاقل المسلسل ده فتح باب لناس تانية. طبعا اي عمل بيبقى فيه حاجات كويسه وبيبقى فيه اخطاء، ده اي عمل بره طبعا لا 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 ينفي المجهود المرعب اللي اتعمل اللي حصل من كل الناس. طبعا مش عايز انسى حد فعلا، بس انا كنت شايف الناس في ديكرو اللي هو الجرافيكس وياسر وعمرو عاكف المونتير لا في مجهود رهيب وفي حاجات ورا الكواليس انا كنت بشوفها في التصوير وبرا التصوير. فالناس فعلا بتتعامل بحب انها تطلع عمل بالنسبه لهم احنا بنعمل حاجه جديده في الوطن العربي وفي مصر، فطبيعي ان اي حاجه بتحصل لاول مره يبقى فيها مساحه ان هي تتجود. وبس لا انا فخور بالعمل جدا وبالقصة ومبسوط ان انا كنت ليا دور في اول عمل ساي فاي يحصل في مصر. قعدت تسمع بقى نوع الاعمال دي بره، كان عندك انسبيريشنز، كان عندك او مين عامه الانسبيريشنز بتوعك يعني انت غير طبعا يعني بس يعني غير كده مين اكتر كومبوزرز مثلا انت بتتاثر بيهم بتحب تسمعهم بتسمعهم دايما؟ بص انا كل فتره طبعا ليها مرحله وبقعد كل شويه اذاكر واكتشف ناس جديده، بس يعني من الناس المعروفه طبعا هانز زيمر في حته اللي هو برضو الاوركسترا اللي هو الهايبريد اللي هو الاصوات الالكترونيك مع الاوركسترا. طبعا جون ويليامز ده الكينج بتاع جون ويليامز اللي عمل طبعا جوراسيك بارك اي تي باك تو ذا فيوتشر، الكلام ده من اقوى الناس اللي بتعمل حاجات اوركسترال بس فيها ميلوديز او لحن حلو. في داني ألفمن ده برضو في من الناس اللي تيلا في هوليوود برضو. من عندنا انا يعني طبعا الفنان الله يرحمه بليغ حمدي، عمار الشريعي، علي اسماعيل، الموسيقار علي اسماعيل، الناس دي مثلا الثلاثه دول بالنسبه لي ليهم نقطه ضعف عندي. بحس ان هم كانوا سابقين عصر. ده حقيقي 100% يعني فكره انك تعمل وعملوا كل حاجه، هم عملوا كل حاجه بجد. انك تعمل مقطوعه
بسيطة بس هي وراها يعني عظمة وأحاسيس كبيرة. ده كفاية شغل مثلا الحكام على علي اسماعيل، إن كفاية شغل فرقة رضا مثلا، جداً يعني جداً ده لوحده ده توثيق لفولكلور مصر جدا كله. يعني جداً بشكل أكاديمي يعني وفني في نفس الوقت جداً يعني فالانسبريشن يعني حفظ الألقاب للجميع يعني بتيجي من يعني أنا بالعكس كل شوية ببقى في مرحلة شخص أو أشخاص، ويعني الواحد لازم دايما بحب أجدد، ما ينفعش أمسك حد وأفضل بإن أنت تسمع كتير. بسمع كتير اي فنان بيحاول دايما يوصل للون بتاعه او الصوت بتاعه. يعني انا في الاول، مش في الاول مثلا، ممكن بعد تاني البوم بقى في ناس كتير بيتقال لي خرم، احنا اول ما بنسمع مزيكا بنعرف ان انت. انا اللحظه قلقت في الاول، كنت فاكر اللي هو ايه ده انا بكرر نفسي اتكرر. بس بالعكس اكتشفت بعد كده ان هي لا، هو اي ميوزيكال ايدنتيتي روح طبعا. فبالعكس دي حاجه حلوه الواحد لما يوصل له وبيسمع كده، بقت بتريحني. بس كتوزيعات وافكار جديده لازم الواحد طبعا يقعد يسمع ويشوف، وفي الاخر انت بتعمل لونك، بس بتبقى اكيد لازم تبقى انسبايرد من اي حته، موسيقى او غير موسيقى. يعني انت كمان في واضح ان في اشخاص معينه دي انسباير يو، او انت بتحبهم جدا، او موسيقات او 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 اغاني معينه حبيتها لدرجه انت عملت لها كفر، زي شمس الزناتي مثلا. ده من طبعاً انجح الكفرز اللي انت عملتها. ده ايه من الناس اللي ايه بقى الحكايه دي؟ اولا القصه دي كانت ازاي اصلا؟ خصوصا ان هو نادرا ما تلاقي حد عمل كفرنج لهاني شنودة يعني، او لشمس. يعني بنلاقي كفرز كتيره مثلا لمثلا ناس تانية، بس استاذ هاني شنودة كان اختيار غريب، لانه شمس الزناتي كمان تراك مأثر في جيلنا قوي. لا انا استاذ هاني شنودة اصلا برضو من الناس اللي انا شايفها مش سابق عصره. هو الراجل هو اللي دخل الالكترونيك ميوزك في الشرق طبعاً الاوسط طبعا، والفرق اللي هو وهو عمر شاي الحقيقه، عشان نديهم الاثنين حقهم يعني، مصريين والاصدقاء. لا بتكلم على حته الالكترونيك الاصوات، بس كمان بتكلم على موضوع الفرق كمان، لانه لا عنده لا في ناس تجربه مرعبه يعني. طبعا فانا وقت الجامعه عملت شمس الزناتي. انا كنت وقت الجامعه بلعب في التالنت شوز والحاجات دي، فعملت شمس الزناتي المايك اتكسر. لا خالص تقولش كده، ما تقولش، ما انا ما حدش يزعل، ما انا ما فيش من تخن يا جماعه. عمال اسند عليه اسند عليه، وفي 5 كيلو جون بعد الجونه واضح. ف احنا اسفين، لازم نروح التوكيل بس بقى. ده هنوديه التوكيل يا كيكسل يا كيكسل. والله والله يا جماعه بص امسك كل على فكره، انا مش تقيل خالص، انا مش قصير قصير طويل على فكره. لا كده يا هشام تحرجني قدام الناس. طب انا عملت كده وعملت عبيط وقلت اخبيه يعني. خلاص بقى خلاص بقى خلاص هنتصرف دلوقتي. ماشي ايوه كمل وبعدين. لا والثانيه في الثانيه بس. كنت بتكلم استاذ هاني شنوده دلوقتي. فالاستاذ هاني شنوده انا كنت عملت شمس زيناتي وقت الجامعه واتخضيت من رد الفعل بتاعه. زي المايك كده. زي المايك كده بالظبط. اتفاجئت ان انا كان ساعتها وقت الجامعه كنا شرايط كاسيت وسي ديز، ما كانش لسه اليوتيوب والانترنت. فلما الاقي ناس بتقول لي احنا سمعنا الاغنيه في لبنان ومش عارف الكفر في المغرب، وانا الاقي مثلا مره لقيت محل في المهندسين اللي بيبيعوا شرايط كاسيت في الشارع. ما خلاص بقى اقفل على فكره. جيل ميوزك شغالها. جيل ميوزك ولا اي واحد مش فاكر كان فين، بس لو كان في بطل احمد ولا التاني اللي عند اسمها ايه الكشك الكبير قوي المعين ده. كان تقريبا في شهاب. في شهاب؟ لا معرفش شهاب ايه واحد، بس انا عارف شهاب ولا جامعه ده واحد من حاجه كده. فلقيتهم شغاله، كانوا جروب كذا واحد معروفين كده زمان. لا لقيتهم شغاله بصوت عالي، فدخلت له قلت له حلو المزيكا دي منين؟ قال لي ده دي جي بوكس من هولندا. فبدات ايه ساعتها هاي دي جي بوكس هاو ار يو. ساعتها احنا طبعا ك دي جي ساسو كاطفال في الجامعه بقى والشباب اللي هو ايه ده احنا هنرفع قضيه مش عارف. طبعا لسه بقى الوهم بقى مش فاهم حاجه يا عيني لسه بقى صغير. طب فهي طبعا اكبر منك وبيتسرق يا استاذ. دي من الحاجات اللي كملت. فلما بدات اخش في الـ في الـ في الموسيقى وخلاص احترفت فيها، فحد من وقت الجامعه مش فاكر مين بعت لي قال لي انت ليه مش عايز تعيد توزيع الاغنيه دي بالشكل الجديد؟ فطبعا نورت معايا، اللي هو في ناس كتير قوي سمعتها زمان وكانت عاجبها النسخه القديمه، فانا هعملها بشكل جديد. بس عملتها طبعا بقى دلوقتي بوجود السوشيال ميديا لقيتها انتشرت. كل ده يا استاذ هاني برك الصوره ملوش دعوه. الصورة. اوكي انا بقى رحت مره مكلم استاذ هاني عن طريق احد المعارف اعزمه على الحفله. حلو. بس تعزمه من اليوم ده. وطبعا انا على المسرح وعندي الفيديو هبعته لك. ايوه انا بجد استاذ هاني شنو قاعد اول صف وبجد يعني نص الحفله او كلها مغمض عينه.
فانا مش عارف اقرا هو مبسوط ولا ولا خلاص من كتر ما مش قادر حاسه مش عايز اشوف المهزله دي يا جماعه. مش كل الفنانين يعرفوا يعملوا الحته بتاعه التسويق دي, خصوصا كمان الصغيرين وحتى الكبار على فكره. واكيد انت قعدت مع فنانين كبار سمعت منهم ان هم مش عارفين, يعني هايلين ومنتجهم الموسيقي هايل, بس ازاي يسوق نفسه, ازاي سيلف براند نفسه. ودي برضو ارجع اقول اكيد لها علاقه بالخلفيه بتاعتك يعني. بس حتى لو ما كانش, هل ده مهم؟ يعني في ناس يقول لك زي السينما يقول لك انا بعمل افلام ومش ايه, مش مسؤوليتي كمان ان انا اروح اسوقها, مع ان اثباتت التجربه انه جزء مهم جدا من الفيلم هو انه يتشاف, وعشان يتشاف لازم يتسوق, وعشان طبعا يتسوق لازم تعرف تعمل كده بروفيشنالي, وما تقولش لا انا فني حلو بيتكلم عن نفسه. فمتفق معايا في ده ولا لا؟ وايه اللي المفروض يتعمل في حاجه زي كده؟ يعني انت زي ما قلت انت سوقت مزجتك وسوقت نفسك كبراند, ودي حاجه هايله لان ده بيحصل في العالم كله. انا متفق معاك جدا, لازم اي حاجه تتعمل حتى لو فني يتبص لها ان هي براند بزنس وبراند. انت دلوقتي ليك شخصيه, والعصر بقى بيجري بسرعه رهيبه, كميه الاعلانات والحاجات اللي بتطلع بقى, الناس خلاص قاعده اونلاين شايفه اللي بيحصل هنا واللي في امريكا واللي في المانيا, ومن فن الثقافه لمنتجات بتطلع لهم. انا بقول انا باكل سوشيال ميديا والله العظيم, بقى في بتلتهمها جدا. فلو انت تعاملت فكره اللي هو لا انا فني هيتكلم عن نفسه, هو اصلا الناس ممكن ما تلحقش, انت هيسمعه حته ويكمل. بس انت لازم تخلق براند تظهر في وسط الكلام, انا بتكلم ده اي حاجه, اي مشروع او اي حاجه انت كفنان او كمشروع فني على بعض, لازم يتعمل له براندنج صح, ويتعامل كانه منتج طبعا بيتسوق. حته بقى ان في ناس بتعملها تعرف تعملها او ما تعرفش تعملها, انا بمشي بمبدا عامه ان هو كل واحد ربنا اداله مواهب معينه وسكيلز معينه, ما تقدرش تخبزه. لو انت ما عندكش الحته دي روح لحد بالزبط عنده الحته دي, ومش يعني عيب ولا غلط ولا اي حاجه. يعني انا مثلا التسويق دي حتتي لان ده كان شغلي, فطبعا فرق معايا. حلو. في الموسيقى, الموسيقى ده بحر 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 جامد يعني. انا درست موسيقى مثلا, بس كورسات وحاجات اللي هو برودكشن اكتر. بس في ناس مثلا دارسه عناصر تانية من المزيكا. لو انا في حته معينه حبيت ان انا عايز اضخم المشروع, وحاسس ان انا الجزئيه دي محتاج حد يكمل معايا الحته دي, انا ما بتكسفش ان انا اقول ان لا احنا معانا كذا وكذا وكذا, لان مفيش مشروع بيكبر لوحده طبعا. واي اسم ناجح بره من موسيقي المخرج لاي حاجه بيبقى في ناس كتير قوي شغاله معاه صح. فانا بقول لك في اي حد هيعمل اي حاجه لازم يشوف ايه اللي عنده, يشتغل على النقط القوه اللي عنده, وبالعكس يشتغل فيها جامد, يزق فيها جامد طبعا. واللي حاسس ان هي محتاجها بس عنده نقطه ضعف فيها يستعين بحد عنده النقطه دي, يستعين بصديقه مع بعض. بس في ناس للاسف فكره ان هو مش واثق في ان هو يتعاون مع حد, او متخوف, ايجو والغرور بيقول له لا انا اللي هعرف اعملها لوحدي. انا بالنسبه لي دي الاكتر حاجه بتخلي الواحد يخبط في القطر. لذيذ قوي كمان ان انت من نجاح النهايه رحت عامل مسابقه للريمكس, ما هي لان هي دي لذيذه قوي دي. لان انا وانا صغير كنت وقت الجامعه عارف ان في ناس كتير قوي بتبروديوس الكترونيك ميوزك, بتعمل مزيكا الالكترونيك, لان انا كنت منهم. وعارف ان هي مش مسموع, ومش بالزبط مسموع. فلما انا جت الفرصه ان انا عملت مسلسل متشاف زي كده, وبس جربنا اللي هو يا جماعه, طب رحت مكلم حتى مزيكا استاذ محمد جابر, وبرده الفني اللي هم اللي عندهم بقى كل الالات الموسيقيه, جماعه ما تيجوا نتعاون ونعمل مسابقه نكسبهم جايزه, وفي نفس الوقت معانا مزيكا وجاما اللي هم ايه هيزقوا الموضوع ده ونزق المواهب دي. فكلنا اللي هو ما هي فكره حلوه وكلنا بنكمل بعض كناس شركاء للمشروع ده. هي دي فكرتك اصلا؟ عملنا الفكره دي. كنت متوقع 10 ريميكسز تجيلي, احنا جالنا 140 ريميكس. فدي اتخضيت من حجم البروديوسرز الصغيرين. وحاجات حلوه لا حاجات رهيبه. واحلى كلمه كانت بتتقال لي اللي هو شكرا ان انتوا ادتونا فرصه ان احنا نطلع فننا ونتشاف في حاجه زي كده. فالتعاون مع الناس دي, وان انا بستغرب انه يعني انا برضو خلي بالك انا وانت هشام مش عايز اكبر نفسنا يعني, بس بس يعني بص يا ابني لا بس يعني بس برضو احنا جايين من جيل انه
ما كانش الاكسبوجر بتاع الانترنت المرعب حاصل زي في اخر مش عايز اقول 10 سنين خلاص، ما كانش حاصل ده قبل كده. فبستغرب قوي لما يبقى الشباب دلوقتي بيقولوا انه محتاجين، يعني انا مثلا احنا عشان خاطر كنا نتسمع او نتشاف او وات ايفر كنا لازم نستنى قناه، كنا لازم نستنى مثلا حاجه زي تين ستاف زي ما حصل معايا مثلا او وات ايفر. دلوقتي انت عندك شغلك بيتكلم عنك الانترنت، هو يعني عندك يوتيوب، عندك ساوند كلاود، عندك 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 صح. فمستغرب قوي ان لسه ممكن اسمع جمله انا كنت محتاج ده عشان نوصل للناس. هو لسه احنا محتاجين حاجه عشان نوصل للناس ولا الانترنت كفايه؟ يعني غريبه شويه، ولا عشان يمكن الاكسبوجر عن طريق مثلا اسم زيك او 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 بورتال ليه فولورز كتيره فهيتسمعوا، ما اعرفش يعني. هي طبعا فكر بصوت عالي يعني. لا لا لا، هي ما هي المشكله ان هي ملهاش قاعده. جمله غريبه اسمعها دلوقتي. لا هي ملهاش قاعده، بس لو حاجه مختلفه او انا مقتنع ان لو حاجه فعلا دخلت وهزت يعني مثلا نتكلم على التراب مثلا، تراب ميوزك اللي هو مؤخرا داخل بالظبط جامد بالظبط، وانا بصراحه شايف ان لا الناس دي عامله صوت حلو، في صوت انا سامع مزيكا حلوه معموله بشكل حلو وبرودكشن وكله برودكشن بس عملوا حاجه مختلفه. حتى الليركس في ناس تقولك انا مش عارف افهم الليركس، بس هو فكره ان هو دخل بحاجه خلاك اصلا بتحاول تدعبس وتفك الشفره وتقرا الليركس، دي بالنسبه لي نجاح. مع الاختلاف مش هتكلم على اشخاص او اتكلم على نوع اغنيه معينه، بس اتكلم المبدا ده، دي حاجه تحترم طبعا. فانا مع ان الواحد طبعا في حاجات انت بتحاول تعمل حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت طبعا لو عندك فرصه ان انت تعاونت مع اسم او فعلا بورتل فيه فولورز ده بيساعد طبعا الانتشار. بس والاعلانات طبعا يعني مو في ناس من المجال ده ان هو عملوا اعلان معين، فده طبعا بتلاقي الناس ايه ده انا عايز اشوف مين الشخص اللي عمل الاغنيه دي طبعا، فبتكمل معاه. ماكو انا عايز اقف عند التجربه دي برضو، انت ما شاء الله الحمد لله سنه حلوه. ماكو مش بس انه فيلم، فدي اوريدي تجربه جديده بالنسبه لك، لا كمان ده فيلم ظروفه انت برضو، انت كان المسلسل ولا الفيلم الاثنين حاجات مختلفه خالص، النهايه ساي فاي ومش عارف ايه وبتاع. ماكو فيلم تحت الميه اصلا، بسم الله الرحمن الرحيم كده صباح الخير، بقى له 3 سنين بيتعمل ومش عارف ايه احكي لنا برضو. انت لازم تخش اي حاجه تبقى لازم تبقى حاجه انا دي بص انا مش يعني كده لازم يعني انا بتجيلي المكالمه مش فيلم كوميدي عادي يعني مالك ممكن على فكره ممكن والله جد بالعكس انا بحب لازم حاجه تاجي ايه مع اول فيلم تحت اول مسلسل خيال علمي بالظبط ده هشام خربة نحن نختلف عن الاخرين يا صدفه ولا ايه اللي حصل؟ ايوه ما خدت فكرتش فيها ولا ايه؟ لا خالص لا والله لا انا عاجبني ان طبعا الموضوع بيبقى فيه تحدي، يعني انا اللي بفكر فيه كله بلطم الاول اللي هو يا جماعه ممكن يبقى عادي لا 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 ليه لازم وصمت ومؤثرات وبتاع، ما نعمل مزيكا عادي ونعمل فيلم يعني بصراحه ده ايه حكايه ماكو؟ لا انا الحاجات دي بتطلع فكره ان انا داخل اعمل حاجه انا ما عملتهاش قبل كده ولا حد يعني يعني في مصر على الاقل بتزقني ان انا يعني بس خلاص ربنا معاك يا هشام ان شاء الله لما بطمن بقلق ايوه حلوه قوي الجمله دي على فكره يعني انا لو مطمن لما بطمن بقلق هشام خربان اتس فيري ترو دايما يقول لا بجد على يعني فكره اكبر واشهر ناس في العالم يقول لك وانس حسيت ان انت زي ستيج فرايت يقول لك اكبر ممثلين في العالم لحد النهارده لما بيطلعوا على المسرح بيخافوا لو ما خافش يخاف جدا ده بجد والله انا بحسها كده يعني انا لو جات لي حاجه يبقى انت خلاص وصلت لمرحله ثقه او كده خلاص لا ده بدايه بالظبط ده صحيح. بالنسبه لي صحيح فنرجع لماكو بقى فطبعا استاذ هشام الرشيدي لما كلمني بص خد وقتك واحكي براحتك شخصيه محترمه جدا احكي لي بقى ما تاكل بقى السندوتش البتاع الصف خلاص نصه خلص ما انا هاكلها واسالك بقى احكي لي عن الجونه ماشي بقى انت ماشي يلا بعد الحلقه لا هو كلمني قال لي ان احنا في برضو فيلم في الفنانين الكتيره دي وده اول فيلم تحت الميه اشمعنى هشام خرمة والله سالم اكسبرس هو بص هو طبعا مسلسل النهايه فرق جدا جدا لان انت خلاص انت كان في شو ريل تشيف ماكو جه بعد النهايه اه مع انه كان متصور من قبل النهايه بس احنا اتكلمنا بقى فيها لان هو قعد فتره موقفينه بس كان خلاص ان هم لازم يطلعوه بقى للنور ويقفلوا البوست هو خلاص نازل
ان شاء الله اخر السنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فلما حكى لي القصه برضو ورحت اتفرجت اتبسطت قوي ان دي حاجه طالعه من مصر. ايه بقى المختلف في الشغل برضو فيلم زي ده؟ يعني اكيد في ماشي في تيمه موسيقيه وكده، بس انت عندك اعتقد يعني تحدي كبير قوي ان انت الفيجوالز مختلفه تماما، وفي اثاره وفي حاجات وفي قصه مش سهله، وسالم اكسبرس قصه اثرت في جيل بحاله برضو جدا. هو بص هو برضو هو التريلر هينزل كمان اسبوعين، حلو، فمش هعرف احرقه قوي. بس انا من ناحيه اللي اقوله لك ان هو في حالات كتيره مختلفه. بس ممكن اركز على الحاله اللي تحت الميه. هي بالنسبه لي مختلفه ليه؟ لان انت لازم تترجم الحاله اللي انت شايفها تحت الميه من سسبنس من افكت. عملت دايفنج قبل كده؟ لا سنوركلينج عايز اعمله جدا جدا. اوكي اوكي. عملت سنوركلينج حتى ولا باش ولا كمان؟ سنوركلينج عايز اي حاجه، بس دايفنج عايز فعلا اخش. بقالي 3 سنين عايز اروح وما بروح، بس عايز اروح فعلا. عارف عارف سرحت معاك في حاجه، ما اعرفش بفكر معاك بصوت عالي يعني، بس اعتقد ان انت اول ما يعني اول ما تفكر في الميه بتفكر في السكون. انا لما جالي فيلم ماكو سافرت عملت سنوركلينج وقعدت فتره بحاول اسمع حتى لو من فيش. انت بتسمع فراغ والصدف بيخبط في بعض والحاجات دي كلها، لان ده لازم اترجمه موسيقيا. انت بتتكلم يعني لو بنتكلم بشكل مبسط، انت الريفيرب قوته لما تزيد هتوصل لك احساس تاني تحت الميه. يعني وانا بلعب بيانو انا بكلم ده كل واحد ليه رؤيته طبعا، طبعًا. بس انا طبعًا. وانا شايف الصوره قدامي انا بشوف ايه اللي هيطلع مني. لو انا بلعب بيانو زي ما هو او حطيت له اكو ريفيرب جامد جدا، بتحسه ساح مع الفيلم وماشي معاها مثلا. فانت بتتكلم بقى ده على نطاق بقى الايفكتس والساوند ديزاين فلا هي تجربه جديده. وفكره انك تطلع، ودي ميزتي برضو الموسيقى الالكترونيك اللي انا بحبها جدا، ان انت سهل تطلع منها افكار ما تنتهيش. يعني انت ممكن تاخد صوت تشقلبه ب 600,000 حاجه. كمان اهم ميزه في الالكترونيك ميوزك، وانا دايما 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 من غير ما نبقى بريتشنج يعني، او من غير ما نبقى احنا بننصح يعني، بس انا من لطيف جدا في البودكاست ده ان اللي بيسمعه شباب كتير قوي قوي قوي، واللي بيسمعه كمان شباب بيبتدي او بيدور على حلمه يعني. ويمكن انت فعلا تايتل الحلقه هو اي هاد دريم، لان انت فعلا وانت حتى قلتها في نص الكلام، انت فعلا كان عندك رؤيه وفيجن وحلم. من اهم نقاط القوه بتاعه المزيكا او الموسيقى الالكترونيه هي ان هي مش محتاجه تكاليف. ان انت ممكن بسوفت وير شاطر او جامد، ممكن كيبورد بيسك جدا ان بتطلع بيها سحر. لا وكل حاجه موجوده دلوقتي بالظبط، يعني هي فعلا كل حاجه موجوده. مش عايزه فلوس، هي عايزه شغل وكرياتيفيتي. وحتى لو بعد كده محتاجه فلوس ان انت تكبر الموضوع، بس دي على الاقل هتديك فرصه انك توصل زي البايلوت بالظبط. يعني انت لو بتصور بايلوت انت ده كان في البيت عادي بالتليفون، التولز عشان تعمل بايلوت بالظبط. زمان كان الناس عشان يعملوا موسيقى تصويريه للفيلم انت المخرج ممكن يسمع الموسيقى كامله بعد ما الاوركسترا تسجل. صحيح. دلوقتي لا، انت هتعملها وتحط السكتش تسمعه للمخرج تسمعه للناس اللي هو يا جماعه انا هنا انا موجود دي رؤيتي. فساعتها بقى تبدا تكبر الموضوع. فبقى طبعا الالكترونيك ميوزك والادوات اللي موجوده دلوقتي بتسهل ان الواحد يوصل لرؤيته. طب في كل اللي بيلعبوا بقى نوع المزيكا دوت، او كل اللي بيقدموا او دي بروديوس نوع المزيكا دي دلوقتي، سبيشلي زي ما انت قلت كمان ان بقى في هايبريدز جديده وبقى في تفرعات كتيره جدا تحت شعار الالكترونيك ميوزك. يعني كمان مش من 5 7 سنين 10 سنين كان الدب ستاب، دلوقتي مش عارف زي ما انت قلت التراب، كل ده حاجات طالعه من الكفر الكبير ده. صح. ازاي ممكن يبقى حد عنده شخصيه بقى موسيقيه في كل الحاجات اللي شبه بعض قوي دي، او كل الحاجات اللي هي ليها نفس الصوت بشكل او باخر؟ تقول ايه للناس اللي بتسمعك وبتحبك وبتحب واكتر حاجه انت ناجح فيها فعلا؟ انا بسمع هشام خرم بعرف ان هشام خرم. هاو كان يو هاف ان ايدنتيتي وانت بتبتدي كمان؟ ودي صعبه شويه. بص دي صعب ان انا اقول لك خلطه معينه. بس ممكن اقول لك حاجتين. اول حاجه ان هي بتاخد وقت، يعني انت لازم تجرب حاجات كتير قوي وتسمع اعتقد تسمع وتقلد ده وتحاول اللي هو ايه ده انا عاجبني صوت اللي هو الموسيقي ده او البروديوسر ده ان شاء الله هقلده وانا بتمرن اللي هو احاول اطلع الايفكت ده. انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتبدا ستايلك انت هو اللي بيطلع، لان انت خلاص بتتعلم من ده وبتتعلم من ده وبتسمع ده لحد ما توصل. فدي مرحله لازم يعني. انا بص انا كنت لسه بقول لحد امبارح ان انا بادئ من امتى. بادئ بقالي فتره. انا مقتنع ان انا وصلت للصوت ده. انا سيبك من الناس سمع ايه، انا من سنه بس اللي ممكن اقول لك انا وصلت للصوت اللي هو ابدا اقول ايه ده انا مرتاح بالصوت ده، من سنه بس. صحيح.
فهي بس انا فاهمك تماما وقت. يعني الجزء الثاني حته ان كل واحد يبقى ليه روح موسيقيه، دي انا شايف ان هي مش هتيجي غير لو انت صادق مع اللي انت بتعمله، لازم تبقى مصدق فيه وتطلع المزيكا وتالفها وهي طالعه من غير تفكير كتير. دي اللي هتوصل الراجل ده روحه الموسيقيه. فده حاجه ملهاش شرح. انا بقول لك انا ده اللي فرق معايا، اول ما بدات اتبسط باللي انا بعمله او ان انا مرتاح وعايز اطلعه زي ما هو، دي اللي ساعتها بدات احس الناس تقول لك ايه ده روحه الموسيقيه. لو انت شاكك او مش واثق في اللي انت عامله او ايه ده، لا ده انا ده اكيد مش هيعجب الناس، دايما هتطلعها مش كامله او هتطلعها شبه حاجه. بتتعامل ازاي مع الفشل؟ اللي هو ممكن يؤدي الاحباط، وخصوصا انت واخد زي ما انت قلت ريسك، فانت كمان مش بس في فشل واحباط، في شبات ابلظاظه فيا، في اللي هو ها مش قلنا لك يا ابني. لا يعني ده بيجي كتير جدا، بيحصل الناس مش بتشوفه طبعا، الناس مش شايفه طبعا او الجمهور شايف الموضوع ده طبعا، بس ده طبعا بيحصل في الاول. يعني مع الوقت طبعا الواحد لازم يشتغل على نفسه. يعني في الاول اكيد كنت ممكن اخد الموضوع المضايقه تطول سنه شويه شويه بتقل. انا بقيت بتضايق لما مثلا ايه، لما تنزل تراك ما ينجحش، لما تعمل حفله وما تتمليش، لما يعني بتبقى طبعاً ازاي؟ طبعا الحاجات دي كلها بتبقى عناصر بتاثر وممكن تحصل عادي لحد دلوقتي. طبعا مليون في الميه. أوكي. بس انا دلوقتي بقيت اللي هو لا، انا ما هو زي ما بقول لك انت بترجع لحته انت صادق مع نفسك. وفي شويه شويه بتبدا، لازم في مسلمات كل واحد بياخد كده، بيخلق لنفسه مسلمات لو حطها قدامه هيرتاح. فانا في حالتي فكره المسلمات ان يا جماعه المزيكا دي زي الفاكهه والاكل، هي اذواق عادي، ممكن مره تعجب ده وممكن زي ما انا مستمع، ما انا في حاجه هتعجبني وزي ما هتعجبنيش. بس انا كموسيقي بيبدا موسيقى، انا دي رؤيتي ومبسوط وانا بعملها. انتشرت بقى لدول، انتشرت لدي. انا عايز اقول لك ان اكتر حاجات عندي انتشرت وكسرت الدنيا، ولا كان في مخي انها تكسر الدنيا. يا خبر ابيض. والحاجه اللي انا قعدت فيها شهرين بقى وما بقى دي ممكن عادي. على فكره that's very true. ده بيحصل طول الوقت. مالهاش قاعده. فانت اهم حاجه انت بتبقى مبسوط بالرحله وفعلا مبسوط فيها، وما تحطش توقعات. انا بصراحه سقف التوقعات ده اللي بدات تمرن نفسي بيه، ان انت ما تحطش توقعات قوي، اجتهد في الشغل بس ما تستناش التوقع. بس التوقعات بتعلى لما انت بتبقى بتحقق نجاح اكبر. ما انا فاهم، ما ينفعش انا حققت نجاح قد كده او منزل سقف التوقعات تاني بقى. لا 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 انزل وراء الحائط. انا قصدي ان انا وانا شغال اللي هو انا شغال فعلا عايز اعمل احلى حاجه ممكن اطلعها، بس ما اقعدش احط توقعات ان ده هيعمل ايه وهيوصل فين وهيكسر الدنيا فين. لان لما ما بيحصلش انت بتتضايق وبتحبط وبتقعد وقت طويل. لو انت التوقعات حاططها قليله بس الموضوع عدى التوقعات دي بتبقى احتفاليه. فانا بقول لك كل واحد طبعا ليه طريقه. طبعا مدرسة دي انا بعمل كده. الحاجه الثانيه، انا بصراحه بقيت الفشل بيبسطني في حاجه، ان هو ساعات بيهزم ينزلك على الارض من الاخر. حلوه قوي دي. فدي انا لما بتحصل حلوه حلوه عجبتني، عشان صريحه قوي، مش كل حد ممكن يقول. لا انا بحسها ان هي ساعات كده اللي هو ايه، ويك اب كول. ما تنساش نفسك انت. ودي بصراحه يعني مع الوقت بتخليني كل شويه لما بعمل حاجه بحب دايما اي حاجه انا داخلها بعد كده اتعامل ان انا واحد لسه متخرج من الجامعه وعايز اثبت نفسي. دي اكتشفت ان دي اكتر حاجه بتفرق في الشغل اللي انا بطلعه. لان بقى قاعد شغال وانا قلقان ومش عارف ايه ده انا هتنجح ولا ما تنجح، بنسى كل اللي عملته. لان اصل انت اول ما تحس تحط رجل على رجل تقول ايه ده انا خلاص، ده انا عملت بس خلاص. انا بالنسبه لي انت انتهيت. شام ثانك يو سو ماتش، وبجد نورت البيجامه. و استنى بس اديني فرصه بس. نورت البيجامه، وحقيقي لو كان في حلقه فعلا التايتل او عنوانها عندي حلم، ما كنتش هلاقي قد احسن منك يكون ضيف في الحلقه دي. ف ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله تمور مور سكسس اند تمور فيليرز از ويل، زي ما انت قلت، عشان هم كل دول في الاخر بيكونوا قصتنا. ثانك يو. ثانك يو. السلام عليكم.
عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للجي ام اي عشان ما يفوتكوش ولا حلقة.